في الآونة الأخيرة انتشرت مقاطع كثير في التيك توك بالذات عند البنات. حصل لك حدث، حصل لك موقف، خصوصا الفئة اللي تعيش تجربة الانفصال أو تعيش تجربة الخيبة أو تعيش تجربة الفقد. أنا مقدرة شعورك ترى، وأنا مقدرة مشاعرك، وأنا مدركة وش اللي تكنينه بداخل صدرك، وش الأفكار المتضاربة بداخل عقلك. ولكن أنت لما صورتي هذا المقطع ونشرتيه ما فكرتي أنه خلف هذه الشاشة في عقول منها وعي متفاوت؟ تجيك واحدة تسمعه وتروح تطبق على طول بلا إدراك وبلا وعي بالكلام اللي أنت تقولينه، ممكن تهدمين بيت بسبب التجربة أنت عشتيها. ظهرتي وتكلمتي وأنت منتي شخص خبير أو مختص في هذه التجربة. لا تقيسون آلامكم وتنقلونها بتجربة في مجال السوشيال ميديا ويتأثر فيها من يتأثر، وتهدمون فيها حياة ناس أنتم في غنى عنها. كيف تسيطرين على الرجل؟ كيف تخلين الرجل خاتم في إصبعك؟ وكيف وكيف؟ واحذري من الرجل كذا، وصفات كذا، افعلي كذا. واحدة متألمة مثلا، حصل لها موقف مع زوجها، فجأة في مجال السوشيال ميديا طاحت في مقطعك، سمعت كلامك راحت طبقت، وأنا أراهن إنه غلط. ليه؟ مشاعرك مو مشاعرة، وفكرك مو فكرة، وعيك، إدراكك، عقليتك، تجربتك، حدثك، تعاملك مختلف تماما. أنا ما أقول لا تطلعون وتتكلمون وتفضفضون، ولكن لا تنقلون تجربة وتأكدون فيها. انتشر انتشار مريب، والله العظيم أنكم خربتوا حياة ناس كثير. أكثر من استشارة تجيني بسبة هذا الأمر، انهدم بيتي يا روان بسبة أني شفت مقطع عند فلانة. مين فلانة؟ لا هي مختصة ولا هي خبيرة، فلانة عاشت تجربة مؤلمة انقلتها تأثرت فيها. مو كل أحد يملك ذات الوعي والإدراك تجاه حل مشكلاته، يخيم الحزن والألم ويعمي كل بصيرته وكل عقله. وانتم يا بناتي اللي قاعدين تشوفون هذه المقاطع، هل يعقل اني بقعد اتامل مقطع وبروح اطبق على طول مع زوجي؟ ولا اني عارفه اللي خلف هذا المقطع ايش هي؟ عامل الفضفضه يحتل محل الخبير والاستشاري والمختص؟ مشكله، مصيبه كبيره هذه.